بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل معا عزيزي الطلاب وعزيزات الطالبات في الوحدة الخامسة، الإجراءات العامة للوقاية من الأمراض والنهوض في الصحة، حيث تحدثنا معا عن إجراءات الوقاية، ثم تكلمنا عن الارتقاء بالصحة وقلنا بأن يعني الأهم أو العامل الأول والأساسي في عملية التغذية الصحية عملية التثقيف الصحي. إذن بعد عملية التثقيف تأتي المحافظة على مستوى غذائي يناسب مختلف أدوار النمو. كل ما أخذته في مجال الغذاء وأنه يجب أن يكون غذاء متوازنا ومتنوعا وكافيا وخاليا من الأمراض وكذا، كل ذلك يأتي تحت هذا البند. كل إنسان يكون عنده عادات غذائية سليمة، يبتعد عن الأحماض الدهنية المشبعة، ويبتعد عن المواد الحافظة، كل ذلك موجود في هذا الباب، يعني أي حاجة فيه صحيح. العامل الثالث مهم جدا في هذه الوحدة هو تهيئة المسكن الصحي. لا يمكن أن يكون في صحة بدون مسكن صحي. صحة سليمة أي أن يكون هناك مسكن صحي. لا أرى بأن شخص يعني ينام في، مع الاحترام للجميع، ينام في خشة أو خيمة أو غيره نقول أن هذا منزل صحي. أكيد هذا المنزل صحي، وهذا الشخص يحتاج إلى منزل حقيقي. ما هي مواصفات المنزل الصحي؟ أن يكون موقعه يدخل الهواء، الشمس، يعني أن يكون بعيد عن الضوضاء، أن يكون بناؤه من مواد يعني صلبة ومقاومة الحريق، عشان ما ينفعش يكون القش أو بيوت القش أو بيوت الخيام أو غيره. نكون يعني متسع إلى حد ما، لا يقل عن ارتفاع الغرف، ارتفاعه عن 3 متر، 3.5 متر. أن يكون هناك مورد مائي موسوعة في حنفيات، يعني أن تكون المياه موصلة مباشرة بأنابيب أخرى. أيضا يكون هناك دورات مياه يعني على حسب عدد السكان. أن يكون حجم المنزل متسع وعدد الحجرات يعني يتناسب مع عدد أفراد الأسرة. الفحص الطبي الوراثي ما قبل الزواج. من أجل ارتقاء بالصحة يجب أن يكون هناك خدمة تسمى خدمة الفحص الطبي الوراثي ما قبل الزواج. ونحن عندنا في فلسطين عندنا هذه الخدمة الصحية مقدمة، أنه لو أي واحد بيتزوج يذهب إلى يفحص موضوع التلاسيميا، ونرى أنه كان هل هناك عنده تلاسيميا أو لا. فإذا هو نفحص الرجل أو الذكر أولا، أو الرجل أو الزوج أولا، فإن لم يكن هناك تلاسيميا عنده فخلص ينتهي الأمر. أما إذا كان فحصه التلاسيميا كان موجبا وكان عنده تلاسيميا، فنفحص الزوجة بعد ذلك، فإن لم يكن فيها فأيضا يسمح بالزواج. إذا يسمح بالزواج يعني في حالة إنه الرجل ما عندوش، أو يعني لو كان أو أحدهم ما عنده ما فيش مشكلة يعني يتزوج بدون أي نوع من المشاكل. طبعا مهم هذا الفحص عشان نتجنب إنجاب أي ذرية مصابة بأمراض وراثية، بالذات زي الهيموفيليا، التلاسيميا، يعني مشاكل كبيرة. وأيضا نعرف عن طريق الفحص أنه أي من الرجل أو المرأة أو كلاهما مصابين بهذه الصفة. وطبعا الفحوص الطبية الوراثية ما قبل الزواج لها أهمية كبيرة. ليش لها أهمية؟ أول حاجة أنه هي تنتج عنها أمراض وراثية إن لم يتم الفحص، والأمراض الوراثية في مجملها مستعصية ولا يوجد لها علاج، زي
الثلاسيميا، الهيموفيليا، الانيميا المنجليه، ملهاش علاج خلاص. المنغولي ملوش علاج. عشان هيك نفحص اولا قبل ان يعني يحدث ما 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 نخاف منه. ايضا تشاهد الامراض الوراثيه يؤثر على المجتمع مش بس على الشخص نفسه، ويشكل عبء يعني مالي كبير على القطاعات الصحيه. ايضا الزواج ركيزه اساسيه في بناء الاسره والمجتمع، ويجب عدم كتم. اذا كان في شخص عارف حاله عنده تلاسيميا يجب عدم كتم هذا العيب، ويجب يخبر الاخرين بانه لديه التلاسيميا. اذا ما هي الاهداف المرجوه من الفحص الطبي الوراثي قبل الزواج؟ اول حاجه نشر الوعي بين الناس، انه الناس ايش بفحص تلاسيميا، ليش التلاسيميا هذا مرض وراثي وصعب وكذا. اذا في نوع من الوعي بين الناس ان انا بفحص هذا المرض الخطير. ايضا اكيد عمليه الفحص تحد من انتشار هذه الامراض في المجتمع، وبتعمل على بناء مجتمع صحي سليم. اكيد بتحد من الاعباء الاقتصاديه لهذه الامراض. الامراض عند عمليه المعالجه لها يعني تحتاج الى مصاريف والى اعباء اقتصاديه كبيره، سواء على الفرد او الاسره او المجتمع او الدوله. كمان غير الموضوع المالي، ايضا هناك المعاناه النفسيه والاجتماعيه اللي بتصاحب هذه الامراض، فعند عمليه فحص نتجنب حدوث الامراض. مثال على الامراض الوراثيه التي يتطلب فحص طبي في فلسطين عندنا هو التلاسيميا. التلاسيميا إذن هو أكيد مرض غير معدي، مرض غير معدي، ولكنه مرض وراثي. علاماته هو عبارة عن علامات فقر الدم شديد تصيب الجسم، ويحتاج الجسم إلى يعني بصورة منتظمة إلى الدم ونقعمية نقل الدم. إيش سبب المرض؟ هو خلل وراثي في المادة الوراثية اللي بتكون مسؤولة عن تكوين الهيموغلوبين، فبكون الهيموغلوبين تبعه يعني غير طبيعي، مما يؤدي إلى تكسر كريات الدم الحمراء بسرعة. وطبعا مرض التلاسيميا منتشر ببلاد البحر الأبيض المتوسط، يعني وعشان أطلق عليه أنيميا البحر الأبيض المتوسط. كلمة التلاسيميا يونانية أصل، تكون من جزئين، تلاس تعني البحر، وهيميا تعني الدم. فإذا كان واحد أحد الوالدين فقط هو الذي مصاب بالتلاسيميا والآخر غير مصاب، احتمال إصابة الأطفال ضعيف جدا. أما إذا كان كلا الوالدين مصاب بهذا الجين، فاحتمال ولادة طفل مصاب هي 25%، عشان بيصير في احتمال صعب جدا. التلاسيميا تبدأ في الظهور في العام الأول من الولادة، بصير الشخص عنده شحوب، عنده لون باهت، عنده تأخر في النمو، في عنده فقدان في الشهية، وأيضا عدم زيادة الوزن، وعنده التهابات متكررة. في هناك مضاعفات يحدث عنده بعدين تضخم في حجم الكبد، الطحال، تغيرات في الجمجمة، تصبح ملامح الوجه يعني مميزة، وهناك أيضا هناك بتلف بعض الحياة الحيوية زي القلب والكبد والغدد. ليش؟ لأن هنا في عندنا عملية نقل دم متكرر تؤدي إلى ترسب الحديد الزائد في تلك الأعضاء، يعني الحديد الزائد يترسب في القلب والكبد والغدد الصماء، ما يؤدي إلى يعني تلف في هذه الوظائف. هناك أربع أنواع من التلاسيميا، وهي التلاسيميا العظمى، ويعاني المريض من فقر دم شديد ويحتاج دائما إلى عملية نقل دم بصورة دورية. التلاسيميا الوسطى يعني يعاني المريض بفقر دم ضعيف يحتاج نقل دم أحيانا، لا في حامل لمرض التلاسيميا ويكون الدم طبيعي، ولكن كريات الدم حمراء صغيرة الحجم، ويمكن أن ينقل المرض. هي الأهم الموضوع، حتى لو لم تظهر عليه أعراض التلاسيميا ممكن يكون حامل مرض التلاسيميا، وممكن لا سمح الله لو كان زوجته فيها تلاسيميا انه يخلفه واحد مصاب بالتلاسيميا.
في عندها مرض أخطر من كل الأربعة اللي كانوا. اجتماع أنيميا البحر الأبيض المتوسط مع فقر الدم المنجري. طبعا هذا ده دائما بيعاني من فقر الدم ويحتاج نقل دم أحيانا، إضافة إلى أنه هذا النوع من الأنيميا سبب نوبات ألام للجسم ومشاكل صحية. التلاسيميا في فلسطين. كان موضوع التلاسيميا موضوع مشكلة كبيرة في فلسطين، لأنه حتى عملوا مراكز خاصة بالتلاسيميا ومرضى التلاسيميا، كان حالة كبيرة جدا. لكن بعد إصدار القانون من وجود عملية الفحص المبكر للأمراض الوراثية وذات مرض التلاسيميا في سنة 2011، كان بس حالة واحدة أو حالتين. 2012 لم يسجل أي حالة، يعني أنه هذا المرض بدأ ينقص بشكل كبير جدا. كل هذا بفضل الفحص الطبي قبل الزواج، وأيضا كان هناك التزام كبير من الناس، يعني أعطى نتائج مطلوبة. يعني هذا المرض الحمد لله الآن لم يعد يشكل أي مشكلة في فلسطين. ليش؟ لأنه كان في صافي عنا عملية يعني فحص مبكر لما قبل الزواج للأمراض الوراثية. خمسة، غير الفحص المبكر للأمراض الوراثية هناك فحص مبكر للأمراض المزمنة. فهذا نعمل يتطلب هذا عملية تحري، يعني وهو إجراء مع اختبار لمجموعة من السكان. وتكلمنا أكثر من مرة، قلنا بأنه والله بنقدر نقول والله إيش نقول كمان، أنه الصحة المدرسية لما بقوا على المدارس وفحصوا السمع إذا، أو حتى السمع لدى الناس الكبار في السن أو غيره، أيضا هذا عبارة عن يعني يحتاج إلى فحص مبكر. وأهم حاجة في الفحص المبكر هو فحص مرض السرطان، وحنشوف الأمراض الخبيثة. هل أنا كل فحص كل مرض بعمل فحص مبكر؟ كل مرض هيك والله نعمل فحص مبكر؟ طبعا لا. هل المرض لازم يكون مهم؟ بينفعش أيضا لازم يكون مهم أقول له هو عضاك وأنت عندك المرض هذا وملوش علاج. لا، أيضا ينبغي أن يكون هناك علاج مقبول للمرض. أيضا لازم يكون في فائدة. إيش الفائدة؟ يلزم وجود مرحلة كمون يعني ملحوظة، يعني إنه هذا والله يقول خلاص أنت ما دام فحصت خلاص أنت عندك. لا، بينفعش. لازم زي السرطان يكون في مرحلة، يكون صغير وبعدين يكبر. فأنا لو أنا اكتشفت هذا المرض وهو في مراحل الأولى أكيد حكون له فائدة كبيرة. إذا لأنه إيش؟ له مرحلة كمون، يكون صغير في الأول بعدين بيكبر. وأيضا الفحص هذا قوي بحيث يعطي نتائج موثوقة، وأيضا في ضمان للمأمونية. أيضا هذا الفحص يجب أن يكون مقبولا للمريض، أيضا يجب أن يكون يعني اختبار بسيط ورخيص. وأهم حاجة، أهم حاجة أن تكون عملية تحري متواصلة. يعني بينفعش أن أعمل السنة هذه لا فحص الثدي وخلص وبعد 10 سنين أعمل، بينفعش. يعني الآن علميا يا إما سنة أو سنتين كحد أعلى، لازم يكون كل سنتين نعمل فحص للثدي عن طريق الماموجرام. أمثلة على الكشف المبكر الأمراض. أول حاجة نقص إفراز الغدة الدرقية الخلقي. الأطفال عندنا من أول ما يلدوا بيعملوا لهم، بياخذوا منهم دم وبيعملوا لهم فحص لهذا الهرمون، هرمون الغدة الدرقية. لأنه عدم وجود الهرمون يؤدي إلى عملية تخلف عقلي وتشوه خلقي وخسور شديد بالقامة. وأنه يعني هذا الشخص لو أنه ترك وعنده نقص في إفراز غدة الغدة الدرقية، هذا حيصير له تأثير سلبي وحيكون متخلف، ويعني يكون يعني عبء، سواء عبء اجتماعي أو اقتصادي أو غيره. إذن من الأهمية بمكان فحص نقص إفراز الهرمون الغدة الدرقية. والله لو لقينا أنه نقص بنعطيه برنامج كامل بحيث أن هذا دائما يأخذ هذا الهرمون، بينشأ هذا الشخص طبيعي وبدون أي مشكلة. إذن الاختبار هنا بسيط، بنأخذ نقطة دم وبنفحص إذا كان في وجود هرمون ولا مش موجود الهرمون. إذا هذا الفحص مناسب مهم جدا وسهل. أيضا
في فائدة كبيرة جدا من التشخيص، لأنه هذا الشخص لو لاحظ أو المولود لو حسينا أنه بعد نتيجة الفحص أنه عنده نقص في الهرمون نعطي الهرمون، وهيك أنا بحول هذا الشخص من أنه شخص كان ممكن يعني يكون عبء على أهله وعلى المجتمع، يصير هو يعني شخص يعني ممكن يكون أحسن واحد من المجتمع. إذا عندي في الكشف المبكر عن الأمراض، في عندي اللي هو نقص إفراز الغدة الدرقية، والتاني تكلمنا عنه كتير اللي هو الكشف المبكر للأمراض. إنه دائما بعض الأشياء دائما لازم أعمل كشف مبكر للأمراض، وقلنا إنه الستات اللي فوق 35 سنة 40 سنة لازم كل سنة يعمل الفحص عن طريق الماموجرام بسموها للثدي، عشان نتأكد إنه ما فيش عندنا لا سمح الله أي نوع من سرطان. وحتى لو اكتشفنا إنه عنده نوع سرطان بكون اكتشفناه مبكرا، وهيك ممكن نتعامل معاه وبكون أسهل كتير سواء عليه وعلى المستشفى وعلى حتى على الحكومة. إيش فائدة المسح المبكر؟ أول حاجة أكيد لما أنا أفحصه مبكرا بكون إمكانية الشفاء أعلى، وأكيد وفاة ومعاناة أقل، وأكيد أنا مش مضطر مثلا لا سمح الله إني أزيل كل الثدي. يعني ممكن لو كان أنا فحصته مبكرا ممكن أستأصل جزء أو يعني أقل، وأحافظ على يعني على الشكل ما تشوه، شكل المرأة ما تشوه. أيضا لما أنا أعمل معملية مسح أطمن الناس اللي عندهم نتائج سلبية الفحوص. يعني كيف يعني؟ إنه والله لما واحد بيكون عنده وسواس وكذا لما تعمل فحص أيضا بتهدى وتطمئن إنه لا سمح الله ما عندهاش أي شيء. كمان أيضا فائدة اقتصادية، بدل ما أعمل أنا عملية معقدة وصعبة وكثير، أنا بعمل عملية أبسط كتير، وهيك أنا بقلل من التكلفة الاقتصادية للعلاج. عيوب المسح الطبي، طبعا معاناة أكثر لمين؟ للناس اللي ما فيش امل في شفائهم، بيروحوا والله عندك سرطان انت، طيب ايش حل؟ والله سرطانك منتشر. يعني هذا اكيد هيعاني اكثر من كان لو انه مش عارف انه عنده سرطان، فطبعا هذا عنده معاناه اكبر. ايضا القلق ومعاناه غير مصابين، احيانا هذا الخطا الفحص ممكن يخطئ وممكن يقول للمصاب انت غير مصاب، لكن هو يكون مصاب اذا، وممكن يقول للغير مصاب أنت مصاب وهو يعني غير مصاب. إذا قلق ومعاناة لغير مصابين اللي عندهم نتائج إيجابية زائفة طبعا خاطئة. وأيضا ما ممكن يعطيني الخطأ في الفحص أنه يعطيني طمأنة زائفة للناس اللي بيكون عندهم يعني فعلا عندهم المرض لكن أعطيهم نتائج زائفة. الترصد الوبائي غير داخل، في يعني غير داخل وحنشرحها، ولا السلامة المهنية أيضا غير داخلة. وإن شاء الله المحاضرة اللي قد تكون الأخيرة لشيخوخة ورعاية المسنين، ويعطيكم العافية، شكرا لاستماعكم.